ولكن إن أعطيتك بالجاي بيخاتو سيهدم القلعة على رؤوسنا. تعرف أن هذا سيحصل عاجلاً أم آجلاً؟ اتفقت مع بالجاي، لما سأقوم بخيانته؟ كلاكما تخدعان بعضكما يا سيد يانيس. برأيك من سينتصر في النهاية؟ أنت أم بالجاي؟ تعلم أن كلاكما ستقضيان على بعضكما في أول فرصة، وأنا الوحيد الذي يمكنه إنقاذك أنت وقبيلتي. وماذا بعد؟ عندما ننتهي منه سنبقى نحن يا يانيس، وعندها سنواجهك أنت وابنتك والقوى الشيطانية التي تقف خلفكما، والأرض للمنتصرين، إما أنتم وإما نحن. تكلم، أنا أسمع. غدا سوف تقنع بالجاي بأن يذهب إلى حاكم ليناغول، أخبره أنه سيستسلم له وسيسلم قلعته ويعطيه صناديق الذهب والغنائم. وعندما يقرر بالجاي الخروج من مقره عليك أن تعرف الطريق الذي سوف يسلكه. وستنصب له كمينا في طريقه إلى هناك، صحيح؟ بل كلانا سوف نتخلص من بالجاي. وهل تظن أن بإمكانك أن تواجه جنوده ببضعة مقاتلين يا عثمان؟ هذه مسألتي أنا. لنقل إنك قتلت بالجاي، كيف لي أن أعرف أنك ستعيد ابنتي عندما ينتهي عملك؟ ستثق بوعد عثمان بن الغازي أرطغرل يا سيد يانيس. أيها الجنود، إن العداوة شيء والثقة شيء آخر. قد أثق بك، ولكن بأمور مثل هذه الثقة وحدها لا تكفي. من أجل أن تثق وتطمئن سوف. سأعطيك قوانين جنكيز خان، وعندما أنتهي ستأخذ ابنتك وتعطيني القوانين. ماذا إن مت أنت يا عثمان؟ قوانين جنكيز خان بالنسبة لنا أهم من صوفيا بكثير. عندما يحين الوقت ستأخذ ابنتك وستعطيني القوانين وننتهي. ماذا إن غدرت بك وسلمت القوانين وضحيت بابنتي؟ من المستحيل أن تتخلى عن حلمك بجعل صوفيا ملكة القسطنطينية يا يانيس، فأنت لا شيء دون ابنتك صوفيا.